الاجراءات الغير مبرره هي السبب في عدم تواصلي في المهرجانات والاماسي الشعريه. يعني هيثم اكثر اصدقائك يقولون هيثم عصبي وبسرعه ينتر وباي موضوع بسيط من الممكن انه نشوفه يستفز وعنده ردات فعل مو طبيعيه. احمد انا اخذ علاج كيميائي وانت صورت انت وياي البارحه من الدكتور وهذا العلاج كلش مهديني. ماني يعني ما اعرف العلاج منه شربه يسوينا عصبي وجاي اخسر ناس وانا مبتعد حتى من الناس. لك الصحه والسلامه يا هيثم يا ابو فطيم، وان شاء الله ان شاء الله ما عندك غير العافيه. وهذه يعني مرحله بالتاكيد انت اقوى واكثر شجاعه من هذه المرحله اللي تمر بيك. يعني ان شاء الله انت مرحله الخطر تعديناها من زمان. لا هاي المشاكل جاي تصير حتى عدي بالبيت احمد ومذيتني بالعائله. اكيد المحبين واللي يعزون هيثم رشيد يعني يحاولون انه يكونون اكثر صبر على هيثم لان يحبوه ويعزوه.